لذلك ورد في الحديث الصحيح أرحم أمتي بأمتي. مين تتوقعوا؟ اللي مش عارف الحديث طبعا بدي يتوقع. أرحم أمتي بأمتي مين بالكم؟ أبو بكر. لا، وأشدهم في أمر الله مين؟ هذا بتعرفوه على طول، عمر. أشدهم في أمر الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان. عثمان، وتخطوش بين الحياء والخجل، الخجل ضعف والحياء ترفع عن اتيان المواقف غير اللائقة، الحياء بشك والخجل ضعف، مسألتين مختلفات. وأصدقهم حياء عثمان، وأقرأهم أبي. الكتاب الله القرآن الآن بنقول أقرأهم إيش يعني؟ أبي في له تكمل الحديث على كل. وأفرضهم زيد بن ثابت، شو يعني أفرضهم على فكرة؟ أعلمهم بالفرائض. ما هو الشيخ ليش قال الفرائض هناك اللي يعني المواريث؟ ما هو عمل برنامج مرة على المواريث عشان هيك كان يرجع على كتاب اسمه الفريضة. طيب، وأفرضهم زيد بن ثابت، وأعلمهم بالحلال والحرام، وهي مشهورة، معاذ. إذن الصحابة زي أي مجتمع على فكرة، كل واحد تجده متفوق في جانب، هو مجتمع من هالمجتمعات الله سبحانه وتعالى خرجه في النهاية وشهد له كنتم خير أمة بالمجمل، لكن على مستوى الفهم والعلم والذكاء إلى آخره بيختلفوا بيختلفوا. وبتلاحظوا أنتم بشكل عام يعني مثلا القيادات اللي كانت بارزة في المعارك العسكرية مثلا ما كانتش فقيها يعني، والفقهاء الكبار ما كانوش قادة، ما كانوش قادة بشك يعني. كل الله سبحانه وتعالى بيعطي. أبو حنيفة مثلا قاد جيوشه، خالد بن الوليد يعني فقيه وله أتباع في الفقه، لا بشك. القدرة على الإدارة مرات، هذه القدرة على الإدارة مش بس علم مرات، وشخصية الله خالقها إدارية مثلا أو شخصية عسكرية أو والذكاء. والذكاء على فكرة أشكال وألوان، مش زي ما الناس بتصوروا إنه في هذا ذكي ومش ذكي، لا لا لا. الذكاء أشكال، اليوم صار بعد ما تطورت الدراسات أصبحوا يفرقوا في موضوع الذكاء. الذكاء أنواع وأشكال، تجدوا إنسان ذكي في التواصل مثلا الاجتماعي مع الناس ذكي جدا، لكن في مسائل ثانية في الرياضيات بعرف فيزياء بقول لك أعوذ بالله شو فيزياء إلى آخره. وهذه تفاصيل مش موضوعنا الذكاء. فالصحابة إذن كما تلاحظوا بيختلفوا، وبالتالي أصبح ممكن نفهم شوية، مع أنه مطلوب يتعمقوا فيها أكثر، شمعنا يعني أبي عندما يكون أقرأهم لكتاب الله أبي مكعب صار مفهوم. إذن هذا الرجل اهتمامه في أنه أولا كان حافظ للقرآن، وهذا ورد في حديث صحيح أنه حافظ للقرآن يعني متقن تماما حفظه، ثم عالم بالقراءات، لأنه تعرف الرسول صلى الله عليه وسلم علم الصحابة قراءات مختلفة، قراءات مختلفة. وبالتالي عندنا مثلا المتواترة عندك 10 قراءات متواترة، ممكن نوصلها بعض الناس أكثر شوي مش قضية. المهم فكان هو القمة في دائما في أي علم من العلوم تجد واحد متميز في العلم. اللغة العربية سيبويه مثلا، الخليل بن أحمد فلان، في العلم الفقه فلان، في القضاء فلان، في إلى آخره. إذن موزع القدرات، القدرات موزعة. فبالتالي إذن ممكن نفهم الآن أن الله سبحانه وتعالى أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقرأ لم يكن الذين كفروا على مين؟ على أبي. ليش أبي؟ أقرأهم أكثرهم اهتمام. ما هو برضو من ضمن أقرأهم بيكون عنده اهتمام وشغف ومسخر حياته لهالمسألة، ومسخر حياته لهالمسألة. لكن مثلا معاذ في الأحكام الشرعية
أعلمهم بالحلال والحرام. معاذ هناك زيد بن ثابت في الفرائض المواريث في المواريث موزعة. فإذا صار مفهوم. وطبعا ممكن نفهم أكثر يعني ندرس ندرس شخصية هذا الرجل ونشوف ليش، لأنه صحيح ليش طب لم يكن الذين كفروا قضية أبي. لاحظ مش بس أنه والله لأنه أقرأهم. إذا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقرأ لم يكن الذين كفروا على أبي. أبي فيش كان يتميز وبيختلف عن باقي الصحابة في إيش، شو علاقة معاني الآية لم يكن الذين كفروا بموضوع زيد أبي بن كعب. وأنتوا يا شيخ كتابكم ثلة من الأخيار أنا لاحظت أنكم بادئينها في أبي بن كعب، معتمدين على إيش؟ على قضية أقرأهم، فجعلته أول واحد في كتاب لهم ثلة من الأخيار. كان في إعطاء فكرة عن القراء، على فكرة أي واحد بده الكتاب موجود عندنا بدون سعر يعني بدون مصاري بشكل. ثلة من الأخيار، فأنتوا ركزتوا على القراء المشهورين وكثير من أسانيد اللي هي أسانيد القراءة، قراءة القرآن تصل إلى أبي. وهو أبي درسوا عليه صحابة، كمان درسوا عليه صحابة، وفي أسانيد الآن لهذول الصحابة اللي درسوا على أبي قراءة القرآن. فأنتوا هذا الاعتبار إذن، لأنه أقرأهم كان عندكم في الكتاب أول واحد أبي ابن كعب ثلة من الأخيار. قلنا أي واحد بده بمر على مركز نون بيأخذ الكتاب. طيب مش كلكم راح يهتم على فكرة، اللي بيهتم بالقراء هو ما احنا قلنا مش كل الناس اهتمامات واحدة. خذوا القرآن، برضو صحيح حديث صحيح على فكرة في البخاري، خذوا القرآن عن مين؟ ذكر من ضمنهم طبعا أبي، لأنه طبعا أقرأهم كيف بدناش نأخذ الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول خذوا القرآن. سالم مولى أبي حذيفة، بتعرفوه سالم؟ وقضية مولى الآن وليش كان فلان يقال مولى فلان هذه مش موضوعنا الآن، ولكنه مشهور سالم مولى أبي حذيفة بشك. هذا واحد. طبعا عندنا أبي ابن كعب، وبرضه هاي معاذ، هنا معاذ ابن جبل على فكرة اللي هو أعلمهم بالحلال إيش والحرام، كان له واضح اهتمام إيش بالقرآن وجمع القرآن. شو يعني جمعه؟ حفظه وبيعلم في القراءات كمان. وعبد الله بن مسعود، هذول الأربعة خذوا القرآن عن، هذول الأربعة كانوا مهتمين وأقرأهم طبعا هو أبي ابن كعب.